اسم حضرتك؟ مصطفى عبد الحسين كامل. اخ مصطفى اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اخ مصطفى، كنتوا تعانون من موضوع الكهرباء هنا مثلا؟ كانت تصير مشاكل بالكهرباء؟ اي والله. المشكله الرئيسيه الكهرباء. زين حجي، احنا اقول لك ان شاء الله يعني موضوع اكو مشاكل بالكهرباء تجيك السالفه. تجيك السالفه. احنا المحوله مالتنا كانت كل شيء ما بيها، تمام؟ طفينا سراكت ورحنا لبيد، جينا الثانية من الصبح بالسبعة الصبح لقينا المحولة مشيولة. يا بشون شايليها؟ خبر دارة الكهرباء قالوا قبل الحريق؟ اي قبل الحريق قالوا دارة الكهرباء. ايش قالوا؟ اسمحوا لي شباب، قبل المحولة ما بيها كل شيء، احنا اشترينا على حسابنا كل شيء ما بيها. تمام. دارة الكهرباء ايش قالوا؟ قالوا المحولة احترقت. زين شلون احترقت المحولة واحنا كل شيء مطفين؟ اذن هاي منو يتحمل مسؤوليتها؟ تتحمل مسؤوليتها وزارة الكهرباء، لان الكهرباء اذا جت قويه جت من وزاره الكهرباء. احنا نعطيهم فلوس. ما عرفت شنو سبب رفع المحوله؟ لا ما حد شاو. رحنا قابلنا المدير، قال عطلت المحوله وتصليحها 8 ملايين ونص. قلنا لهم يا بزين انتم قبل فتره طق فيوز ثلاثة ايام يلا اجونا وعطينا 150 ما شغل يدهم يلا جو رفعوا الفيوز. فكيف الجي بي اس ياشر ب 12 بالليل؟ عطلت المحوله ب 6 الصبح يشيلونها. قال قابل تخونونا انا بواك. من بعد ما شلت المحوله ايش قد المساء ايش قد المدة عن الحريق؟ عن الحريق تقريبا 3 اشهر تشطلنا واحنا تشطلتوا. كنا هذا الموضوع مهم جدا. اقول لك يعني هسه المتهم الاول وزاره الكهرباء، وزاره الكهرباء الاخوه هنا جاي يتكلمون انه قبل 3 اشهر اجت الكهرباء ملاحظه. فاحنا عيشتنا عليها اضطرينا تشطلنا. احنا ما عندنا محوله وياخذون عندنا جبايه. زين المحوله بس العفو المحوله على حسابكم جبتوها ب 14 مليون ونص اشتريناها على حسابكم. اشتريناها شنو سبب ليش على اساس يشيلوها يعني؟ شالها قال عاطله. زين انتم فيوز ثلاث ايام يلا سويتوه بفلوس. لا الاخوه في وزاره الكهرباء، وزير الكهرباء المحترم، احنا الان في مجمع الفاروق وسط مدينه بعقوبه او سوق بعقوبه. الاخوه هنا حدث حريق قبل ايام في هذا المجمع، ومثل ما تشاهد حضرتك وزير الكهرباء المحترم الدمار الواضح امامكم من سبب هذا الحريق اللي دا يوضحوه الاخوه هنا انه كانت اكو محوله قبل 3 اشهر انشالت بدون اي سبب، وكانت بدون علم الاخوه، ومع العلم انه المحوله مشتريها على حسابهم الشخصي. بعد ما شالوا المحوله رفعوا المحوله الاخوه في هنا دائره كهرباء بعقوبه راجعناهم رادوا 8.5 مليون تصليح. بعد ذلك اضطروا ان يشطلون الاخوه على غير محوله، واعتقد انه هذا التشطيل هو سبب للحريق، ولكن السبب الرئيسي يقع على عاتقكم لانه نعم السبب الرئيسي هي وزاره الكهرباء. زين. احنا بالليل مطفين، شلون تجي كهرباء قويه وتحرق الوايرات مالتنا مثلا؟ شلون؟ ليش مو بالنهار مثلا تحترق المحوله او بالنهار؟ على هذا كلامكم 95% الحريق وزاره الكهرباء المسؤوليه. الحريق سبب تماس كهربائي. تماس كهربائي نحمل وزاره الكهرباء هي. زين. المسؤوله. زين. لان اذا الكهرباء جايه قويه فبسببهم هم. حسب اقوال المنطقه يقول جت 400 على البيوت الورا الجامع. طبعا هي المحوله وظيفتها انه تقلل الفولتيه من 11000 الى 220. ماكو محوله بالتاكيد راح ترتفع البولتية.